المشكله هي لي بارون يحبوا يدخلوا لداخل في المكتب، فما برشا فوضى. لي بارون يحبوا يدخلوا لداخل، والمديره الاخرى بون مريضه، واللي المعاوضه تنجم تقول ماهيش مسيطره على الوضع. وثاني حاجه زوز رجال دخلوا داخل ضربوني ودمومات وصغار تفجعوا. مش معقول لي بارون يقفوا وقفه باهي هكا، شنو نحبوا منها؟ ما نحبوش الاولياء يدخلوا داخل. وثاني حاجه يشوفوا مدير رسمي يقف بالكدا. اليوم مشيت وصلت صغار نلقى حسيل والحاكم غاديك والصغار مفجوعه، ومش معقول حتى طرف زوز رجال تعاركوا ضربوني حسيل والاخر مكسر خشم الاخر والاخر دار شنو على جال الحكاية على جال الصغار. مي انت عندك مشكلة احكيها لبرا، مش معناها فميك في وسط المدرسة كان ترى الصغار كيفاش معناها شيء دايخ وشيء كذا، ما مش معقول حتى طرف. احنا ماذا بينا الاولياء ما عادش تدخل، اللي عنده تلميذ يحطوا باب المدرسة ويخرج على روحه. نداء السيدة المندوبة تعملنا معلقة في المدرسة، يا خويا اللي برا ما عادش يدخلوا جملة.